اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير ويوم سعيد عليكم. لسه مكملين مع بعض اقتراحات كتب للمبتدئين. الفيديو ده هنتكلم فيه عن مواضيع مختلفة شوية، عن كتب علمية لكن مكتوبة بطريقة او باسلوب مبسط شوية، مش شرط انك تكون متخصص عشان تفهم اسلوب الكتابة. هنتكلم عن كتب عربية وكتب تانية علمية مترجمة، فياريت اللي مهتم بالموضوع ده يكمل معي. اول اقتراح هنتكلم عنه هي سلسلة عالم المعرفة. للي مش عارفها، هي سلسلة كتب بيصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب في الكويت. أول عدد صدر من السلسلة كان عام 1978، وهي هدفها الأساسي أو موجهة بالأخص للقارئ العربي الغير متخصص. سلسلة عالم المعرفة بتصدر كل شهر، وبلغ عدد إصداراتها لحد دلوقتي أكتر من 43 ألف إصدار. من أهم المواضيع اللي بتهتم بيها سلسلة عالم المعرفة هي الدراسات الإنسانية، العلوم الاجتماعية، الدراسات الأدبية واللغوية، كمان الدراسات الفنية والدراسات العلمية. فهنلاقي إن السلسلة بتشمل إصدارات في مجالات كتير جدا، يعني لأي مجال، مع اختلاف المجالات اللي الناس بتهتم بيها هتلاقي مجالات كتير جدا ممكن تبحث وتدور، هتلاقي المجال اللي انت مهتم بيه. هنلاقي مثلا زي كتاب الأثر، بيتكلم عن كيف يؤثر القانون في السلوك، إعادة النظر في النظام الدولي الجديد، رأسمالية الكوارث اللي بيتكلم أو بيناقش فكرة إزاي بعض الشركات العالمية أو بعض الحكومات بتستفاد من الكوارث اللي بتحصل للبشرية، بيحاولوا يجمعوا أو يحصلوا على أكبر أرباح ممكنة من خلال الكوارث اللي بتتعرض ليها البشرية. كمان إصدار بيتكلم عن اكتشاف بحار العالم، بداية من العصر الفينيكي لحد الوقت الحاضر. هنلاقي كمان ان في كتاب او اصدار اسمه التفكير العلمي للدكتور فؤاد زكريا، واللي بيناقش كتير من الافكار زي اهم السمات المميزة للتفكير العلمي والتحول في تاريخ العلم والعلاقة بين العلم والتكنولوجيا، وكمان العلاقة بين العلم والمجتمع، وتوضيح صفات او اهم السمات اللي بتميز العلماء. كمان زي كتاب الكون لمؤلفه كارل ساغان، واللي فيه حول سلسلته التلفزيونية المشهورة اللي كان بيعرضها على التلفزيون اللي اسمها كان الكون، واتكلم عن اهم الاكتشافات اللي اكتشفناها عن الكون. كمان بالنسبة للناس اللي مهتمة بالتاريخ اكتر، هنلاقي ان في كتاب اسمه من اسيا الصغرى لتركيا لميشيل برونو، وده اللي بيتكلم عن التطور التاريخي والجيوسياسي اللي مرت بيه منطقة اسيا الصغرى واراضي الجمهورية التركية اللي كانت بتتسمى في السابق تراقيا الشرقية. الكتاب بيناقش المنطقة دي من زوايا كتيرة، زي الناحية الجغرافية والتاريخية وطبيعة الشعوب اللي سكنت المنطقة دي على مر الزمان، وازاي وصلنا لتكوين الكيان التركي الحالي اللي موجود على أراضي مر عليها الإمبراطوريات الرومانية والبيزنطية والعثمانية، والتأثير العربي وسيطرة عليها كمان الثقافة اليونانية وبعد كده التركية، وإزاي شكلها الجغرافي اتغير بعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية، وناقش فكرة تطبيق سياسة الهندسة الديموغرافية اللي كان هدفها الأساسي هو عمل تجانس إثني وقومي في النص الأول من القرن العشرين قبل ما تدخل تركيا في تحدي إدماج الأقلية الكردية. كمان الكتاب بيناقش فكرة تفرق كميات كبيرة من الأقليات زي الأرمن واليونان والسريان اللي تفرقوا في أنحاء كتير جدا من العالم مع الاحتفاظ في داخلهم بأثر أوطانهم المفقودة. كمان من الكتب المميزة في سلسلة عالم المعرفة هو كتاب العبقرية والإبداع والقيادة. وضح فيه المؤلف من خلال تاريخ البشرية القديم والوسيط والحديث والمعاصر، وكمان من خلال فروع المعرفة المختلفة سواء العلمية أو الأدبية أو الفلسفية أو الفنية أو السياسية، القوانين والمبادئ الأساسية للإبداع الإنساني والأسس العامة للقيادة، واللي اعترف المؤلف ان الابداع ده بيعتبر شكل من اشكال القيادة. فهتلاقي في الكتاب ان تركيزه الاساسي كان على الشخصية والكاريزما والقيادة والابداع، واي حاجة بتساعد الشخصية على التطور وتساعدها تحقق اعلى مستوى من الانتاجية. وكمان اتكلم وذكر اهمية التعليم واهمية التثقيف المستمر للانسان، مواضيع تانية كتير متعلقة بالقيادة والابداع. اخر مثال هنتكلم عنه في سلسلة عالم المعرفة هو امة من العباقرة، كيف تفرض العلوم الهندية هيمنتها على العالم. الكاتبة هي انجيلا سايني، هي بريطانية لكن من اصول هندية.
اتكلمت او بتوضح ازاي ان العلماء والاطباء الهنود موجودين في كل انحاء العالم، وبتعرض كمان التجربة الهندية المثيرة اللي قدرت توصل لبرنامج فضائي بالرغم ان الهند بتعتبر او بتحسب ضمن دول العالم الثالث. التجربة دي بكل اساسياتها اثارت كتير من التساؤلات، وهي دي بتعتبر الفكرة الاساسية اللي هيتكلم عنها الكتاب. فسلسلة عالم المعرفة فوق الرائعة، واكيد بشجع اي شخص ان هو يقراها لو حابب انه يبدأ في قراءة كتب علمية، لان هي بتتكلم عن فروع كتير مختلفة من فروع العلم المختلفة، فلسفة، فيزياء، كيمياء، فنون، يعني اي فرع من فروع المعرفة المختلفة هتلاقيها موجودة في سلسلة عالم المعرفة. فلو حابب تبدأ بقراءة كتب علمية فالسلسلة دي مهمة جدا انك تبدأ بيها. الميزة فيها كمان ان اسلوبها مبسط ممكن يوصل لاي قارئ غير متخصص. تاني اقتراح هتكلم عنه هو بيعتبر من الكتب العلمية الممتعة جدا والشيقة جدا، اشهر 50 خرافة في علم النفس. اشترك في كتابة الكتاب 4 مؤلفين، بيحاول الكتاب يهدم كتير من الافكار الخاطئة والمنتشرة بصورة كبيرة جدا عن سلوك الانسان، فهيغير وجهة نظرك عن كتير من المعلومات اللي وصلتك باي طريقة كانت ليها علاقة بعلم النفس. هيبدأ الكتاب يصحح لك الافكار دي باسلوب ممتع ويعرضها لك بطريقة مبسطة جدا من خلال امثلة موجودة في حياتنا الواقعية. تالت اقتراح هنناقشه مع بعض هو تاريخ موجز للزمان لستيفن هوكينج. ميزة الكتاب انه بيبسط لك العلوم، فممكن اي شخص غير متخصص يفهم فكرة الكتاب اللي بتتكلم عن العلوم الفيزيائية والامور العلمية من اول الانفجار الكبير لحد الثقوب السوداء. اول مرة صدر فيها الكتاب كان عام 1988، لكن في 2001 ترجم الكتاب لاكتر من 35 لغة. اتكلم في الكتاب عن الكون ونشأته وازاي الاجسام المختلفة الموجودة في الكون بتتحرك من خلال نظريات مختلفة. كمان شرح نظرية اتساع الكون، ووضح بعض الاستطلاعات عن مستقبل الكون من خلال الحاجات اللي حصلت في الماضي. كمان اتكلم في مواضيع المثيرة للجدل شوية زي الثقوب السوداء والسفر عبر الزمن. اخر اقتراح هنتكلم عنه النهاردة هو اهم 5 افكار في العلوم لمؤلفه تشارلز وين وارثر ويجنس. الكتاب ده بيعتبر من الكتب المميزة جدا بالنسبة للعلوم، لان هو بيعرض لك 5 افكار لكن باسلوب مبسط جدا، وبيوضح لك كمان رسوم كرتونية ورسومات بيانية، فالموضوع تحس ان هو مبسط وترفيهي وممتع في نفس الوقت. لاقي ان من افكار الكتاب نموذج الذرة في الفيزياء، الجدول الدوري بالنسبة للعناصر في الكيمياء، نظرية الانفجار العظيم في الفلك، كمان نظرية الالواح التكتونية في الجيولوجيا، ونظرية التطور في الاحياء. اكتر حاجة مميزة في الكتاب ان بالرغم ان النظريات والافكار اللي بيعرضها يعني ممكن تكون معقدة الى حد ما، لكن الاسلوب اللي عرض بيه الفكرة هو اسلوب ترفيهي وحيوي جدا وممتع لاي قارئ. بكده نكون خلصنا الجزء اللي كنت هتكلم عنه في الفيديو ده. طبعا في اقتراحات تانية كتير بالنسبة للكتب العلمية، لكن عشان وقت الفيديو مش هتكلم فيها، فلو حابين نكمل في نفس الموضوع في فيديو تاني ياريت تعرفوني ده في التعليقات. طبعا لو اي حد عنده اقتراحات او زيادة على الكتب دي ياريت يشاركنا ده في التعليقات. ونصيحة صغيرة كده، وانتوا بتقروا اي كتاب حاولوا تسجلوا اي ملاحظات عجبتكوا او حابين ان انتوا ترجعوا تفتكروها مرة تانية، لان الملاحظات دي بتثبت المعلومة في دماغكوا. كمان لما بتحاولوا ان انتوا ترجعوا لها مرة تانية ما بتلاقوش ان الموضوع صعب وان انتوا مضطرين تقلبوا في الكتاب كله عشان توصلوا للفكرة اللي انتوا عايزينها. فتسجيل الملاحظات مهم جدا في القراءة. ياريت لو الموضوع عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة لأول مرة تشوفونا، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.